عظيم. طيب دكتور جميل، إلى أي مدى هتظل حالة الصمود دي موجودة؟ طبعا لا أعني الشعب الفلسطيني لأنه صامت حتى تحقيق النصر وحتى أن يعيش في سلام، أنا بتكلم عن المقاومة بلغة العسكرية، إلى أي مدى المقاومة قادرة على الصمود؟ يعني المقاومة، يعني حماس، نتكلم عن حماس والجهاد الإسلامي، هم أجنحة عسكرية وليس جيش منظم. إسرائيل تريد الدخول بر. حماس يعني تعمل بسرية، بسرية تامة، سواء تحت الأرض أو فوق الأرض. يعني قد يكون الصمود، يعني هناك تم تخزين من مواد غذائية وبترول، ولا نعلم مدى الدقة في الأسلحة الموجودة الآن لحماس للمقاومة، لكن إسرائيل ليس من صالحها عامل الوقت. إسرائيل تخسر كل يوم، الشكل الاقتصادي على مستوى العملة يعني ارتفع أمام العملات الأخرى، انخفض أمام العملات الأخرى عفوا. هناك مقاطعة نشهدها، يعني يعني أنا في مصر موجود الآن ونرى مقاطعة من الشعب المصري للمنتجات، يعني زي مش عايزين نسمي الأسماء، مفهوم، لحساسية القناة، لكن هناك مقاطعة، مقاطعة، وهذا دعم للشعب الفلسطيني، يعطي إسناد وقوة للشعب الفلسطيني. لكن نتحدث عن خصوصية السؤال بأنه هل حماس هتقدر تصمد؟ لا، حماس صمدت، حماس خاضت أكثر من 5 حروب مع الاحتلال منذ 96 وعام 2008 وعام 2012، فبالتالي حتى عامنا هذا، فبالتالي لا، حماس لديها بالتأكيد يعني مخزون يكفي للصمود لأكثر من شهر.